سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور. على ما يبدو كده ان سيد عبد الحفيظ خلاص يعني قريت فتحته زي ما بيقولوا، يعني مرتضى منصور كل شويه يطلع مع خالد الغندور في البرنامج اللي هم جايبينه ده اللي بيقولوا اخبار نادي الزمالك، وهم الناس بيقولوا يعني هو مأجرين، بس مش عارف ده يمكن حسن راتب رئيس نادي رئيس قناه او مالك قناه المحور بيحب نادي الزمالك، هو زملكاوي فعامل لهم القناه، لكن في ناس بتقول لك ان هم مأجرين ساعتين على قناه المحور بيقولوا ان دي قناه الزمالك. المهم يعني من خلال البرنامج اللي بيقدمه خالد الغندور على قناه المحور اللي هو اخبار نادي الزمالك ده، كل شويه خالد مرتضى منصور يطلع يتكلم عن سيد عبد الحفيظ، اتكلم مع عبد الحفيظ ومع زي ما قلنا قبل كده في حلقه دخل عبد الحفيظ في معتز مطر، اتكلم من شويه مع خالد الغندور عن سيد عبد الحفيظ كانه ايه يا جدعان؟ قال لك هنا بريده وفي معلومات ان المؤامره الجديده على مصر هتيجي من الملاعب، و عندي حكم محكمة النقض أكبر محكمة في مصر اتكلمت عن الأحكام اللي خدتها العيال بتوع ابن كلام مرتضى منصور، العيال بتوع اللي اتحكم عليهم في قضية الدفاع الجوي اللي خد 10 و15 سنة 10 سنين و15 سنة واللي خد مؤبد، إن هم اعترفوا إن هم بينتموا لجماعة محظورة جماعة الإخوان الإرهابية. واتكلم عن سيد عبد الحفيظ وقال لك إن هو راح رابعة ولا راح مش عارف خمسة وهاجم الدولة وهاجم الجيش وهاجم مش عارف ايه، كلم بطريقة ما يعني عن سيد عبد الحفيظ خلاص يعني كأن سيد عبد الحفيظ ده مش هنشوفه تاني هيوحشنا يعني ولا ايه. وقال لك وخلي الغندور يقول له انا عندي المعلومة عندي ان يعني هو مرتضى منصور بيقول لك النادي الاهلي قال لسيد عبد الحفيظ، او في ناس بتقول ان النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي قالت لسيد عبد الحفيظ خف شوية يعني علشان ما يحصلش ازمة ومشاكل والكلام. فمرتضى منصور قال لك لا ده مش ادارة النادي الاهلي اللي قالته، قالت له لا ده الدولة اللي قالت لسيد عبد الحفيظ يخف شوية عشان ما يعملش فتنة. وخالد الغندور يقول له أنا عندي المعلومة إيه فعلا إن الدولة هي اللي قالت له يخف شوية عشان ما حالة الاحتقان بين الجماهير. أنا السؤال هنا سيد عبد الحفيظ ده عمل إيه عشان وبعدين دخلش لي بقى دخل لي بقى معتز مطر وفشار وكل فشار وصفارة وطمن أنت مش لوحدك، طب ما أنت بتتابع معتز مطر وأنا مش فاهم يعني هو أنتوا بتتابعوه يعني بتتابعوه ليه يعني بتتابعوا معتز مطر ليه؟ بتقول لي اكتب على الجنيه وما تكتبش على الكارنيه، ويعني معتز مطر ده حلو ولا وحش؟ انتوا بتتابعوا الناس اهو بتتفرجوا عليهم، يعني بتقولوا للناس ما تتفرجوش على اعلام الاخوان وانتوا بتتفرجوا على اعلام الاخوان، يعني الناس تعمل ايه يعني؟ مش فاهم انا يعني. وبعدين يطلع يقول لك علو مطر وانت وبعدين يعني هو اتكلم عن الخطيب بطريقه كويسه يعني هو بيهاجم سيد عبد الحفيظ ومعتز مطر، في وسط الكلام معتز مطر بيتكلم على لسان معتز مطر يقول لك ان معتز مطر اتكلم وقال في احدى حلقاته إن لما والدته اتمسكت او تم القبض عليها داخل النادي الاهلي، فمعتز مطر بيهاجم اداره النادي الاهلي وبيهاجم الخطيب. فبيقول مرتضى منصور ان معتز مطر قال ان علو مطر احسن من الخطيب وكل فشار، قال له لا عندك بقى هنا بقى ما ينفعش، الخطيب ده اسطوره، الخطيب احسن لاعب في مصر، الخطيب ما فيش لا هيجي قبله ولا بعده، الخطيب وقعد يتكلم شويه ويمدح شويه عن الخطيب. مش قصتنا برضو الخطيب او يمدح الخطيب، سيد عبد الحفيظ يا جماعه في يعني انا مش فاهم، قولوا لي تصريح كده السيد يعني بتشوفه تتكلم وهو بيتكلم مع خالد غندور عن سيد عبد الحفيظ كانه راجل يعني راجل يعني كان شويه كده وساعه هيفجر نفسه فينا يعني، يعني تحس ان هو ارهابي، يقول لك الولد ده الارهابي اللي مش عارف ايه اللي حد يقول لي تصريح على سيد عبد الحفيظ يعني نقدر نعتبره انه بيهدم الدوله الوطنيه. وقال لك بقى قال لك يعني لما هو تبع السيد عبد الحفيظ يعني كانه هو تبع الجماعه الاخوان دي، وهو قال لك هو اخوان يعني تبع الجماعه، قال لك لما لقوا ان المخطط بقى بتاع الافشال بتاع المسلمين والمسيحيين فشل وان بيتفجر مثلا في ناس بتموت في كنايس تفجر كنايس وفي مساجد ناس بتتفجر بتموت والمسلمين والمسيحيين ايد واحده، فقال لك نعمل ندخل للناس دي منين؟ فقال لك عندنا معلومات ان المؤامره الجايه مؤامره من الملاعب المصريه، عندنا معلومات ان في مؤامره بين المشجعين وهتحصل فتنه في الرياضه المصريه، والسيد عبد الحفيظ يعني هو اللي بيدق مسمار الفتنه؟ سيد عبد الحفيظ يا جماعه ايه المشكله اللي يا جماعه مين اللي بيزود الفتنه وبيزود التعصب وبيتكلم؟ النهارده سيد عبد الحفيظ ما شفناهوش، لسه سيد عبد الحفيظ بيلعب في الكونغو وراح مع الكونغو مع النادي الاهلي في الكونغو ما شفناهوش مع احترامي لسياده النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل يوم والتاني يطلع يتكلم وماسك في نفس الموضوع ونفس القصه، انت يعني انت كده خلاص انت
فنقول في وقت من الاوقات انت طلعت واتكلمت بطريقه ما باسلوب معين وانت متنرفز وانت متعصب وانت بتاع، والموضوع وانتهى كلمتين وانتهوا، لكن انت ماسك في الموضوع بقالك فتره. يعني ما يعني عندك معلومات يا اخي وديها النيابه، يعني عندك معلومات بتؤكد ان السيد عبد الحفيظ ضالع في، انت بتقول هنا كان في رابعه، طب هو في رابعه الدوله سايبه ليه؟ لما هو سيد عبد الحفيظ كان في رابعه هو سايبين يعني الدوله سايبه الناس اللي هم الاخوان دول عادي؟ لو عندك معلومات وانت راجل يعني، ما انت شويه، ده انت اولا محامي عضو مجلس الشعب برلماني يعني بقالك ليك باع في القصه دي، عندك معلومات، وبعدين انت استاذ في الموضوع الاوراق يعني، لو عندك ورق اطلع النائب العام وقول له ادي معلومات عندي بتقول ان السيد عبد الحفيظ بيقول ان هو في اليوم الفلاني وهيعمل كذا وحضر كذا وهو يعني منتمي للاخوان وجاب ورفع رابعه ورفع خمسه وكام وهاجم الدوله المصريه في كذا وعمل وعاوز يهدم مش عارف ايه، معاك معلومات؟ والمعلومات يا استاذ مرتضى منصور يا سياده يا سياده المستشار، هو حضرتك يعني المعلومات ديت مكانها التلفزيون والبرامج والدعايه ولا مكانها يعني احنا عاوزين نحافظ على الدوله المصريه بناء على كلام حضرتك من شخص خطير زي السيد عبد الحفيظ. السيد عبد الحفيظ ده راجل خطير على الامن العام المصري. المفروض بقى يعني معانا معلومات ورق بيؤكد ان سيد اهو السيد عبد الحفيظ رابعه، السيد عبد الحفيظ بيعمل فتنه، السيد عبد الحفيظ لقى العمليه الارهابيه ديت والمسلمين فشلت نروح نبقى على ناحيه ثانيه الملعب. معانا معلومات نطلع على مكانها الصحيح وهو سياده النائب العام، نقول له يا سياده النائب العام الراجل ده عاوز يوقع مصر، الراجل ده بيشارك معتز زي ما انت بتقول، يعني الراجل ده شريك معتز مطر في هدم الدوله المصريه، الراجل ده ومش عارف ايه، معتز مطر صفاره ومعتز مطر فشار ومعتز، احنا مالنا ومال الرياضه ومال انت زي ما انت بتقول اهو، ما انت بتتكلم بتقول كلام كويس، بتقول مثلا النادي الاهلي مش ده اللي، لا حضرتك هو من حقه انه يدافع عن النادي الاهلي، اولا سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، سيد حفيظ لاعب في النادي الاهلي، سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي هو اللي عمل له اسمه، سيد عبد الحفيظ بينتمي لكيان كبير، فمن حقه لازم يدافع عن الكيان ده، ولا هو يطلع صامت، عاوز يطلع يعني دور كومبارس صامت كده يطلع المراسلين تساله يقعد يهز دماغه، يعني ما يجي يستضيفوه بعد كل مباراه، ايه رايك يا كابتن سيد في نتيجه المباراه؟ ايه رايك يا كابتن سيد في الحكم؟ يهز دماغه. ولا يقول لي عمل ايه سيد عبد الحفيظ يا جماعه؟ بلاش كده نرمي اتهامات على الناس، لكن نشيل النهارده كل حاجه ده اخوان ده ارهابي ده عشان بس انا مختلف معاه في الراي مختلف مش وبعدين واحد سيد خالد الغندور عندي المعلومه ومعلومه جايه من الدوله مش اداره النادي الاهلي هي اللي قالت يا جماعه، هو يعني هو الموضوع منتشر قوي كده يعني معلومه عند سياده النائب مرتضى منصور، معلومه عند هي المعلومات عند خالد الغندور، المعلومات دي بس عند زملكاويه بس، مفيش حد اهلاوي يعني عنده المعلومه دي، مفيش حد من الدولة عنده المعلومة، وبعدين أنا شايفه بيخرب الدولة، الدولة هتقول له هدي اللعب، هل هدي اللعب إيه؟ لأ تعالى خش عندنا هنا، ده أنت هتبوظ الدنيا، أنا عاوزين نحافظ على الدولة، لو هو راجل يعني خطر. مش معقول بقى نفضل كل شوية نتكلم وراناش غير ننقل على الرياضة، سيبنا موضوع الفتن ومش عارف إيه، طب وهي لما هي فتن وعارفين إن نتمنى إن الدولة المصرية تكون عاملة حسابها بقى في الفترة اللي جاية ما يحصلش أزمات، إحنا داخلين على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا. ده بتقول دلوقتي عندنا معلومات، يعني مرتضى منصور بيقول عندنا معلومات ان في المؤامره الجايه هتبقى من الملاعب المصريه. طب ما دي ما فيش عندنا في مصر ما فيش جمهور بيحضر بقالنا فتره والحمد لله المؤامره، لكن في الفتره اللي جايه بقى كاس افريقيا ديت فاكيد هتبقى مثلا بجمهور، اتمنى ان الدوله المصريه تكون عامله حسابها كويس وتكون مامنه نفسها كويس، المعلومات عندنا كل حاجه مظبوطه بقى ما يحصلش مشاكل. يعني عندك انت بتقول اهو كل حاجه عندك وعارف خط سير ما ينفعش خط سير المؤامره يعني معاكم خط سير المؤامره مع الزملكاويه مش مع الاهلاويه، يعني خط سير ازاي المؤامره يعني مرتضى منصور عارفها، خالد الغندور عارفها، مش عارف حاجة. انا اول مره اسمع عن السيد عبد الحفيظ الكلام ده، يعني وهو من كذا حلقه بيتكلموا ماسكين سيد عبد الحفيظ تقطيع، لكن اول مره اسمع ارهابي بتاع رابعه بتاع مش عارف ايه، يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده، وبعدين هو النادي الاهلي يأوي ارهابيين لو سيد عبد الحفيظ اولا لو هو عليه علامه ونقول ايه واحد في المشك في السيد عبد الحفيظ واحد من الالف او واحد من الالف واحد من الالف، لو في خطا اولا الدوله المصريه ما كانتش سابته دي حاجه، الحاجه الثانيه النادي الاهلي ما كانش عينه ما كانش يشتغل في النادي الاهلي اساسا، يعني هو في النادي الاهلي اخوان؟ النادي الاهلي يبقى اللي يدافع عنه يبقى اخوان، في معلومات قدامك النيابه، في معلومات في نائب عام، ما فيش بقى غير كده، ما نطلعش نجرح الناس ونهين الناس ونرجع تاني نقول مين اللي بيزرع الفتنه؟ مين اللي بيزرع بذرة التعصب؟ مين مين مين؟ بصراحة الموضوع مستفز،
بصراحة الثلاث دقايق اللي أنا شفتهم دول منتهى الاستفزاز والاستخفاف. جيبك وسط الرياضي ومع السياسة دخل ده في ده وتوه الناس وإخوانه ومطر يا جماعة ربنا يهدي الأجواء ويهدي النفوس ويفضل التنافس جوه الملعب جوه المستطيل الأخضر مرتبط بالرياضة، ما نضرش بعض وما نضرش ناس بسبب منافسات ملهاش أي لازمة، وكل حاجة في الأول في الآخر ملهاش قيمة، يعني الحياة نفسها ملهاش قيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.